الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية إعطاء قلم للميت في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. رؤية إعطاء القلم للميت في المنام علامة على الخير القادم لصاحب الرؤيا بشكل كبير خلال هذه الفترة، والله أعلم. من يرى في منامه أنه قام بإعطاء الميت قلم إشارة إلى منفعة كبيرة تأتي لصاحب الرؤيا خلال هذه الأيام. حلم إعطاء الميت في المنام علامة على حاجة الميت للدعاء والصدقات، والله أعلم. من يرى في منامه أنه قد طعن بالقلم علامة على وجود شخص سيء للغاية في حياة صاحب الرؤية هذه الفترة، وعليه الحذر. رؤية الطعن بالقلم الرصاص في المنام إشارة إلى محاولة صاحب الرؤية للتخلص من المشاكل والأزمات الكبيرة في حياته. رؤية الطعن بالقلم الرصاص في المنام علامة على مواجهة المواقف الصعبة للغاية خلال هذه الفترة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. حلم الشخص أنه قد طعن بالقلم تدل على كثرة المشاكل والخلافات في حياة صاحب الرؤيا، وعليه الحذر من ذلك، والله عز وجل أعلى وأعلم. هدية القلم في المنام علامة على الصفات الجيدة للغاية التي توجد في حياة صاحب الرؤيا تلك الفترة. من يرى في حلمه أخذ هدية قلم علامة على عزة النفس والكرامة. القلم هدية في المنام علامة على صفاء وعزة النفس الذي يتمتع بها صاحب الرؤيا. رؤية إعطاء القلم هدية في الحلم علامة على الكبرياء التي يتصف بها صاحب الرؤيا بشكل كبير هذه الأيام، والله عز وجل أعلى وأعلم. أخذ هدية قلم في المنام علامة على الأشياء الجيدة التي تحدث في حياة صاحب الرؤيا بشكل كبير، والله عز وجل أعلى وأعلم. رؤية سرقة القلم في المنام علامة على الأخبار السيئة التي تأتي لصاحب الرؤية خلال هذه الفترة. حلم الشخص أن القلم قد سرق علامة على قلة الخيرات في حياته صاحب الرؤية بشكل كبير هذه الأيام، والله أعلم. من يرى في منامه سرقة القلم دليل على الأزمات التي يمر بها صاحب الرؤية بشكل كبير خلال هذه الفترة، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.